الإعلام حب وشغف وطموح الكثير من الشباب، ولكن القليل جدا ومن اجتهد هو اللي لاقى دور كبير في هذا المجال. عشان كذا معانا اليوم ضيفنا مدرب معتمد من إدارة التعليم، لديه حب وشغف في تقديم البرامج وأيضا دورات لتطوير الذات. حياك الله معنا، كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب. أهلا وسهلا. ريان البلادي إعلامي ومدرب. صحيح. حياك الله. طيب بداية أنا بنسألك، لنعرف بداية عن المجال الإعلامي، كيف بدأ معك أو كيف دخلته أيضا التقديم في البرامج؟ طيب أوكي، أولا حاب أوضح لكم كيف أنا دخلت في مجال تقديم البرامج في مجال الإعلام، بعدها حأعطيكم كيف دخلت في تقديم برامج الدورات وتطوير الذات والتعامل مع وسائل الإعلام. في البداية أنا كنت أدرس في ثانوية الأندلس، فمن صغري يعني أنا أحب أخرج في الارتجال والإذاعات المدرسية، وأحب أقدمها بدون أوراق بدون كل شيء، أنا أكون حافظها، تكون محضر سابقا، محضر وحافظها وأطلع ارتجال، ما علي أول مرة أغلط ثاني مرة أغلط لكن عادي. بعدها فترة جاني المرشد الطلابي للثانوية قال لي ريان، أنا لاحظت فيك حب وشغف الإعلام وحاب أدخلك دورة فرسان الإعلام، حتكون على مستوى المدينة بعدين حول مستوى المملكة. قلت له تمام. فبعدها دخلت الدورة مع الأستاذ عمر برناوي في تقديم إدارة الإعلام، الأستاذ عمر برناوي في المدينة المنورة. بديت معه الدورة، كانت بدايتها الحمد لله نجاح واجتزت. بعدها جاني زي أنه ريان أبغى أتعمق في هذا المجال. تعمقت في هذا المجال، دخلت في الإعلام، دخلت في هو تقديم البرامج، دخلت في الصحافة، كتابة الحوار ومكتبة الحوار. يعني دخلت في كذا مجال في الإعلام، أيوة. أو في كذا تخصص في الإعلام، أيوة. لقيت نفسك فيه. في البداية أيوة، أخذت من كل قسم في الإعلام، سواء كان من الأخبار، سواء كان من اللي هو في كتابة الأخبار اللي هي هذه اللي قلت لك إياها، في تقديم البرامج، حاولت في الارتجال، أيضا دخلت مسابقات الارتجال هنا في المدينة. إلين ما فهمت كل شيء، كل نقطة رئيسية حقت الشيء. حلو. طب كمان يعني ريان، كانت أول دورة قدمتها قبل سنة كانت بعنوان التعامل مع وسائل الإعلام، فخلينا نسترجع مع بعض تفاصيل هذه الدورة. طبعا تفاصيل هذه الدورة، أول شيء أنه الأغلب مو فاهم إيش يعني الإعلام. الإعلام هو نقل فكرة سلوكية أو ثقافية يعني عن الوقت الحصري، سواء كل شيء في وقته، سواء يبينوا انه مثلا اليوم صار كذا، اليوم في المناسبه الفلانيه، اليوم يعني اشياء ثقافيه تفيد او اشياء فكريه او اشياء سلوكيه تفيد المجتمع، يعني باختصار هي نقل معلومات للمجتمع. طبعا انا في وظائف الاعلام كثيره، من الاخبار ومنها هو تقديم البرامج، منها الصحف والجرائد، منها يعني نقاط كثيره أهميتها أنه زي ما قلت لكم أنه تعطي الصلاحية اللي هي في الوقت الحصري، إيش فيه؟ إيش بيصير في الوقت الحالي؟ إيش صار اليوم؟ إيش صار أمس؟ يعني زي كذا نقاط أساسية إيش صارت؟ بعدين قدمت في دورة تطوير الذات اللي قلت لكم إياهم، بديت فيها الحمد لله. بعد ما أخذت دورة أنا فهمت تطوير الذات إيش، فهمت كل شيء، رحت لإدارة التعليم قلت لهم أنا حاب أقدم دورات، فقالوا لي خلاص تمام. شافوني أول مرة، قدمت أول دورة تعامل مع وسائل الإعلام زي ما قلت لكم، ثاني دورة قدمت تطوير الذات في مدرسة الأندلس ل13 طالب، وكلهم حصلوا على شهادات معتمدة من إدارة التعليم الطلاب، وأنا حصلت على شهادة معتمدة من إدارة التعليم. جميل جدا. أنت يعني خلينا نقول صقلت الشغف اللي عندك بشهادات وتعليم ودراسة وخبرة حتى تعامل مع الآخرين. طيب أني بغني أعرف بس الفرق ما بين قبل وبعد الشهادات، إيش اللي اختلف معك ريان في إلقائك أو في أدائك أو في تعاملك مع الناس؟ فرق كثير ولا ريان زي ما هو ريان؟ اللهم انه ريان جالس يتطور الرؤيه اللي عنده وكل ماله، يعني مثلا انا وصلت للهدف اللي انا كنت ابغاه والحمد لله، هذا شرف لي كبير اني جالس معاكم انتوا الاثنين، استاذ طراد سندي واستاذ لمياء غالب. هذا شرف لي كبير وفخور فيه انا جدا، وانا جدا سعيد. هذا انا اعتبره الهدف الاول. الان انا تفكيري الهدف اعلى، احاول ويكون في نقاط، في عتبات، في صعوبات،
لين ما اوصل له، لان هذا هو اللي انا اشوفه حب الهوايه، انه لازم انه انت تحارب على الشيء اللي انت تبغاه. جميل. طب ريان كمان ايضا مهنه التدريب مو سهله ابدا. صحيح. ولازم انه يكون جدا مؤثر على صحيح. الطلاب اللي قاعد يدربهم، فايش هي اهم الصفات اللي يجب ان تكون في المدرب ليصبح مؤثر؟ اول شيء انا اشوفه انه المدرب لازم يكون الطالب اللي جالس يعطيه الدوره انه ما اخذه بصفه انه كانه يعني مثلا انا اديك مثال انه انا جالس اشرح نقطه افهمك اياها بالتفصيل، تمام؟ انه مثلا انا مثلا استاذ الامياء انا عندي مثلا النقطه هذه السلعه هذه مثلا اشرح لك اياها بالضبط انه انا حسوي كذا حسوي كذا حسوي كذا لين ما افهم الطالب كامل، بعده ابدا في النقاط الاساسيه حقت الدوره سواء كانت من ايرادات وتحفيز او سواء كانت تحديد مستوى لتطويره او كانت من يعني اذا يعني في بعض الطلاب يستحوا يدخلوا دورات لانه يقول لك خلاص يعني احنا تقريبا في وقت يبغى ينجزوا بسرعه ما عاد صار عندهم استعداد انهم يعني يطولوا المشوار يتعمقوا في التعليم او يطولوا في المشوار. صحيح. هذا غلط على فكره، الناس بالعكس طول عمره يعني طول ما الواحد كبر في السن عنده استعداد انه نيفر تو ليت، دائما الواحد يتعلم يطور من نفسه لانه الزمن بيتغير، الناس بتتغير، الافكار وانماط الحياه ايضا من حولنا بتتغير، فلا بد ان احنا ايضا نتماشى ونتعايش مع هذا. صحيح. الموضوع. ميولك الاعلامي اتكلم عنه واتجهت فيه لكنك يعني او دخلت فيه لكنك اتجهت تحديدا للكليه العالميه للسياحه والفندقه. صحيح. ايش فكرتك كانت؟ هل كان في دمج معين في بالك تبي تعمله او جات معك صدفه؟ لا انا في بالي نقطه معينه اللي هي الان انا ابغى استفيد في الاعلام، سواء انا دخلت كليه السياحه والفندقه بستفيد من مجالي في الاعلام وحبي وشغفي في هوايه الاعلام بالسياحه والسفر يعني ابغى ادخل زي ما تقول في مجال السياحه ابغى ادخل في مجال الاعلام في السياحه لين ما اوصل للهدف اللي هو انا ابغاه وان شاء الله اني اصير زيكم. بس ان شاء الله يا رب. بس فعل الترابط في الموضوع يعني مجال السياحه والفندقه بعيد. صحيح. تمام البعد عن مجال الاعلام، لكن يفيدني السياحه والفندقه في العلاقات العامه في السياحه في المتحدث الرسمي في السياحه هذه كلها تفيدني في بس ما المستقبل. تعتقد لو انت دخلت مجال شويه متعلق بالاعلام حيكون حيقوي عندك يعني نقاط اكثر من مما تتوقع بدل ما تدمج جانبين؟ انا صراحه انا ما احب ادخل دراسة نفس هوايتي. تحب يعني تحب ايوه لانه عندك مثلا تنوع في لا في قدر الله انا ما نجحت في هوايتي ما وصلت للهدف اللي انا ابغاه ما قدرت فيكون عندي مجال ثاني اقدر اعوض فيه ما يروح عمري على الفاضي. هذا هو. طيب ريان اي شاب في عمرك اليوم وحاب انه يدخل هذا المجال ايش النصيحة اللي ممكن تقدمها له؟ اول شيء النصيحة دائما اي شاب حاب يوصل للمستوى اللي هو يبغاه وعنده هوايه لازم اول شيء يحدد انه لازم يقول في باله خلاص انا ما عندي عتبات توقفني على هذا الشيء. لازم هذا اول شيء لازم يسويه اي شاب يعني يحاول يوضح صوره ايش الهوايه اللي هو حابها. بعدين عادي يقدر يبدا في الاراده والتحفيز بعده يبدا في انه طبعا النتائج ما تطلع على طول يبغى لها وقت. هذا انا ادرس في الاعلام من عام 1432 ما شاء الله يعني تقريبا تقدر تشوفي عندك الدرع هذا الدرع الاول اخذته عام 1432 الاعلامي الاول في المدينه من فرسان اعلام المستقبل ما شاء الله يعني ما وصلت على طول يعني شوفوا لاحظت النتيجه اول نقطه من النتائج انه بدت السنه هذه لي انا في الاعلام وشغف حقي ففي بعضهم ما عنده وقت يصبر على نتيجه حبه وهوايته يعني لازم تتسم بصفات الصياد عشان تكون اعلامي لازم الصبر لازم الصبر اكيد حلو. ونحن نشكرك ريان البلادي الاعلامي والمدرب على تواجدك اليوم معنا في ساعه شباب ونتمنى لك اكيد كل التوفيق وانا اشكركم صراحه لاستضافتكم لي واشكرك استاذ طراد واشكرك استاذ الامير وان شاء الله انه اصير يعني في مرتبتكم واصير في مستواكم ان شاء الله تكون احسن مننا في يوم من الايام وبس عندي نقطه حاب اشكر فيها اللي هو صراحه انا وقفوا معايا ناس كثير
واولهم كان ابويا واهلي داعمين لي، مع انه انا لاحظت الكل جالس يتكلم علي لما دخلت مجال الاعلام. ويعني زي ما تقول كل شخص لما يتكلم يحز في نفسه شويه انه ليش الناس تقول عني كذا، لكن انا اهلي عودوني انه ما هذا الجانب ابعده عني، ما تهتم لكلام الناس وما اهتميت لكلام الناس، والحمد لله اصحابي المقربين لي سواء كانوا من اخواني اللي تشرفوا معي اليوم، اخويا محمد اخوي الكبير تشرف معي بالحضور هنا، وسواء من اصحابي سواء كانوا مهند يوسف، هذول كلهم يعني حتى وهم في المدينه جالسين يرسلون فيديوهات وسنابات ويتكلمون على انه الطموح وهذا اكيد. جميل جدا. وهذه من اهم الصفات اللي يجب طبعًا ان تكون في الاعلامي الجيد، انه يبتعد تمام البعد عن الانتقادات ويركز في مستقبله والطموح اللي حاب انه يوصل. صحيح. لها صحيح. شكرا لك ريان، يعطيك العافيه. احنا ننتقل الان من هذه الاستضافه الجميله الى فقره الاخبار.